السلام عليكم أصدقائي، يعطيكم العافية. معكم أخوكم معتصم قواسم، مدرب دولي معتمد من هيئة المعرفة ومن جامعة لاهاي في دبي. في هذا الفيديو راح أحكي بريف سريع عن ورشة تصوير الطعام، واللي هي أصلا أساسها مبني على أنك تكون فهمان أساسيات وقواعد التصوير من ناحية أبريتشر وشوتر وآيزو. بس في هذه الدورة أنا حشرح مواضيع أساسية التصوير مقدمة في مقدمة الفيديو مرة ثانية حتى ننبه وننوه وتكون أنت ماشي معي على الطريقة الصحيحة. في هذه الدورة راح نحكي في البداية عن أنواع الستاند، انواع الترايبود، المعدات اللي احنا نحتاجها في هذه الورشه. بعدين حننتقل على بعض الاشياء اللي نستخدمها في تصوير الطعام من ناحيه الصحون والمعالق والاشياء اللي انت لازم تكون متطلب انها تتواجد معك اثناء الذهاب الى التصوير، وايش الافضل منها وايش المش ممتاز منها. بعدين حندخل على التصوير بالاضاءه المستمره مع الامبريلا او بالسوفت بوكس، وبعدين حندخل على اضاءه التصوير الفلاش بالامبريلا ايضا والسوفت بوكس والمقارنه بيناتهم. وبعدها حننتقل على تكوين الكادر وتنسيق الطعام في الكادر اللي امامنا، وبعدها حننتقل على تعديل الفوتوشوب. بتمنى نشوفكم في هذه الورشه قريبا، وبالتوفيق للجميع. اخوكم معتصم قواسم.